يعني دي نقطة مهمة جدا. يعني كابتن سامي وحضرتك طبعا مدرب العام للفريق والكلام ده، طبعا أنا متأكد من هذا الكلام، لكن هل حضرتك وأنت رايح المباراة كان عندك الثقة الكاملة إن إحنا هنكسب هذه البطولة؟ اكيد من اول من مش يعني عاوز اقول لك يا كابتن اسلام، من بدايه البطوله كان عندنا تحدي كبير جدا، خصوصا بعد البطوله اللي فاتت. حتى بعد الهدف يا كابتن سامي اللي دخل فينا هنا؟ طبعا حتى بعد ده اوكي طبعا احنا اوكي كلنا رايحين من بعد المباراه على طول، الراجل دخل واتكلم، احنا انتوا زعلانين ليه؟ احنا كسبنا وده الاهم، الفرقه الكبيره اللي تروح هناك تاخد البطوله من قلب المنافس بتاعها. يعني احنا ايوه عندنا فرصة ان احنا نجيب جون، عندنا فرصة ان احنا ما نجيش فينا جون، لو تعادلنا تعادل سلبي هنكسب، لو تعادلنا تعادل ايجابي هناخد البطولة. فلازم كده لازم نركز ولازم نفصل ولازم نركز بطموح جمهورنا والدوافع اللي ادوهمنا في المباراة النهاردة، الاقبال الجماهيري الكبير جدا والثقة اللي انتوا بتشوفوها من الجماهير في كل مراحل حياتك، في كل حياتك، كل ما بتخرج في اي حتة او كل ما تقابل اي حد. جمهور النادي الاهلي عظيم، جمهور النادي الاهلي دايما بيدي ثقه لعيبته وجهازه وجمهوره، فاعتقد الحمد لله كان عندنا ثقه كبيره جدا. ولا والله يا كابتن اسلام، حتى بعد الجول، حتى بين الشوطين الراجل واحنا بنتكلم، حتى اللعيبه بينهم وبين بعض وهم نازلين بين الشوطين كله بيقول احنا خلاص احنا هنرجع، احنا هنكسب مش هنتعادل، لا احنا هنكسب. هو ده كان واضح من خلال الملعب، يعني اللي اتفرج على الماتش خصوصا الشوط الثاني يا كابتن سامي كان متأكد من هذا الأمر. أخيرا يا أستاذ بيومي، لو حابب تقول كلمة لجمهور النادي الأهلي من خلال تواجدك الدائم الحقيقة دايما معانا على شاشة قناة النادي الأهلي وهذه الفرحة الكبيرة. افرحوا، افخروا بناديكم، ناديكم دايما مفرحنا، انتوا واقفين ورا ناديكم، انتوا محترمين وبتشجعوا نادي محترم. طب لو عايز تقول حاجة للكابتن سامي قمصان بقى تقول له ايه؟ اقول ايه؟ حاجة للكابتن سامي قمصان يبلغها لسامي، يعني كابتن سامي والكولر لو يبلغها له. ربنا يكرمك بقدر تعبك، ربنا بيوفقكم بقدر تعبكم. ايوه مخلصين، انتوا ناس مخلصة وبتتعبوا، شكرا. ولا لا بتتكلموا ولا بتعملوا أي حاجة في الدنيا، انتوا بتشتغلوا بس. عشان بتشتغلوا بس ربنا هيوفقكم دايما. شكرا وما تختاروش البطولات أبدا. احنا لو داخلين في 10 بطولات هناخدهم لاننا رجاله، لاننا جدعان. الاهلي امبارح لو ما كانش له نصيب الف بعد الشر، انتوا رجاله، انتوا دايما مفرحينا على الحلوه والمره. عيب احنا على الحلوه والمره، الاهلي لو ما خدش البطوله امبارح الف بعد الشر، احنا على الحلوه والمره يا اما فرحنا. ما ينفعش نتحاسب بالقطعه، ما ينفعش. ايوه هو دايما مفرحنا، هو في منطق للامور يا فندم. هل احساسي وانا بتفرج على ماتش امبارح زي احساسي وانا بتفرج على ماتش العوده اللي في القاهره بتاع الترجي وانا كسبانهم 3 بره؟ اكيد طبعا. لا، لا طبعا اكيد لا. القلق مصر انا بالنسبه لي ماتش تحصيل حاصل، لكن 2-1 في جون وانا خايف بقى من التحكيم الافريقي، وخايف من فوزي الوقع، وخايف من الجمهور، وخايف من كل الكلام ده. خايف، خلينا منطقيين، خايف ممكن الراجل قاعد مبرق مخوفنا احنا بنتفرج عليه. لا القلق، القلق القلق طبيعي برضه يا استاذ بيومي، بيني وبينك يعني طبعا طبعا. الراجل رئيس الاتحاد بتاعهم اللي هو فوزي الوقع ده، وكان راجل شخصيته قويه وله كلمه في الكاف، واللي حصل فينا قبل كده وكل الحواديت دي باحترام الكامل. رجل يعني محترم طبعا، رجل محترم طبعا طبعا. اتفضل. فوق دماغنا يعني طبعا، بيعمل ده لبلده، ده فوق دماغنا. صحيح. كل واحد يهمه بلده، صحيح، ويهمه انديته وكل الكلام ده. ان احنا ربنا يوفقنا ونقف الوقفه دي مع الجمهور ده اللي لما جبنا جون كان بالطوب اللي وقع علينا والازايز والحاجات دي والكلام ده رعب. حقيقي يا ريس، انا امبارح حد بيقول لي ما روحتش ليه المغرب يا بيه، قلت لهم ده لو قاعد في اوتيل جنب الاستاد الماتش ده اللي يمكن اروحه. ده انا هبقى رايح، هو يا ترى هرجع ولا لا؟ الله اعلم واعلم. بس يعني انا عارف ان انت دايما بتروح هذه يعني المباريات دي كلها، انت دايما بتروحها وبتبقى دايما ورا النادي الاهلي في كل مكان الحقيقه. انا رحت يا ريس ابو ظبي اعتقادا مني ان انا هتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. وطبعا لما بقى الاهلي وبيراميدز برضه حضرت الماتش. رحت مخصوص. وكان معايا على الطياره النجم تامر حسني كان راح يغني. عموما يا استاذ بيومي الف الف مبروك، يعني جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده. انا بشكرك جدا جدا جدا، ودايما الحقيقه حبيب. مشارك معانا في كل المناسبات السعيده. شكرا جزيلا للنجم الكبير استاذ بيومي فؤاد.